ان الالفاظ يعني احنا عندنا في الرقابه يا فندم. معلوماتك السيده الاولى يا فندم بتقول لها امبارح عبير صبري بتقول لها خلي بالك من الواد، قالت لها من العين دي قبل العين دي في رمضان، في رمضان العين اللي في لا العين دي انت متاكد اقسم بالله من العين دي قبل العين دي في رمضان الاعمال